السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنشارك معكم طريقه ديال الخياطه. الفيديو اللي قبل هذا شاركت معكم الفصاله، ودابا غندوزوا للخياطه. البنات هي جد سهله. غنبداو بالطبقه التحتانيه، كنكبروا الغرزه وكنخيطوا باش نكونوا الكشكاشه. من بعد كنشد خيط واحد وتنبدا نجر فيه بحال هكا غير بشويه، وانا كنصيب في الكشكاشه بحال ما هكا. البنات هالطريقه شاركتها معكم شحال من مره. ها هي البنت كما كتشوفوا. دابا غنقلب وغنخيط وغندوز لكم حتى هو بنفس الطريقه. كبرت الغرزه وخيط، وغنصيب الكشكاشه على القياس ديال الدراع ونخيط. من بعد ما خيطت القطعه ديال الصدر، هي هذه البنات، غندوزو للطبطين ديال الامام. هاد الطبطين البنات راه فات ليا شاركت معكم الطريقه ديال الفصاله ديالو. صافي، وكنخيط وكنعاود نقلبها بحال ما هكا، وكنبدا نخيط. هنا درت واحد الفتيحه صغيره فيها 5 سنتيم غير باش يتخشلينا الراس بكل سهوله. بالنسبه لهاد القناص ضروري ما نخرجوهم بالستيلو بحال ما هكا. عاد نخيطو، كنبداو نديرو ستيلو ولا قلم وكنخرجو القناص. هنا ملي كنجيو هاد القنيطه ديال الفتحه كنهبطوا البرا، عاد كندورو بحال ما هكا البنات غير بشويه، وكنكملوا الخياطه. البنات كنتمنى منكم التشجيع والدعم، راكم ناعسين البنات، ما كاين الله يرحم لك الوالدين. شكرا لوالو، شويه ديال الدعم البنات باش نقدر نستعمل. وما تنساونيش من جيم الفيديو، حيت كتشوفوا الفيديو ولكن راكم كتنساوني من جيم. هنا غنقلب وغنعاود نخيط، نثبت هاد السجده ديالي. لا لاحظتوا في الحويجات ديال السوق ملي كتشروهم هاد السجده كتبقى تلعب، انت كتلبسي مثلا بيجامه ولا شي حاجه ولا كسوة كتلبسي وكتبقى تخرجك لقدام. حنا باش نتفاداو هاد المشكل كنعاودو نخيطوها ونرتاحو بحال ما هكا البنات. غير الخيط يكون في اللون ديال الثوب، تكون الخياطه مفينيه مزيان باش متبانش عوجه. صافي، وكنخيطوها وكنرتاحو حتى الزبونه تكون مرتاحه. من بعد البنات غندوز الكتاف، غنحط الوجه ديال الثوب الوجه على الوجه، يعني الامام على الخلف بحال ما هكا. كنجيب هاد السجده ديال الخلف وكنعاود نرجعها على الكتف ديال الامام باش كنفيني بها. كنزقيها بفنيته باش يجيني الكتف على الكتف، ما يجيش مراجل. صافي، وكنبدا نخيط، خيطوا الكتاف بحال ما هكا البنات. كنخيطوا وكنقلبوا السجده ديال الخلف. المهكة وحتى هي كنخيطوها بنفس الطريقه اللي خيطنا بها الامام، كنثبتوها خيطوه من هنا المره الاولى على بعد 1 سنتيم. صافي، وكندوزو الكتاف المنتصف ديال الكم كنحطوه على الكسف باش كنخيطو الكمام.
كنشدوا الكم كنتنيو على جوج، وداك المنتصف ديال الكم كنحطوه على الخياطه ديال الكسف وكنبداو نخيطوا الجهه بالجهه. يعني نخيطوا هذه الجهه ديال الاولى، نعاودوا نقلبوا الثوب ونخيطوا الجهه الاخرى باش يجيني الكم في يعني يجي مقاد ما يجيش مراجل، ما يجينيش الكم ضاير. ملي كتلبسي البياسه كتكوني مرتاحه ما يكونش الكم ضاير، حيت كاين شي خياطه كيبداو من الاول ديال التركيز ويخيطوا ويمشيو وما كيجيش الكم مزيان. من بعد البنات جمعت الجناب، فاش نبغوا نجمعوا الجناب كنبداو من الفم ديال الكم وكنبقاو غادي نخيطوا حتى للطول النهائي. دابا غندوزوا لاستيك ديال فم الكم، انا كنشد لاستيك كنعبروا على المرفق وكنخيطوا بحال ما هكا وكنشد الثوب. هذه الطريقه ديالي كتجيني ساهله، كنشد الثوب هو راه مقلوب، الثوب مقلوب ديالكم، وكنخشي لاستيك في الكم بحال ما هكا وكنتني عليه جوج سنتيم. البنات المبتدئات من الاحسن يخيطوا جوج سنتيم ويخلوا واحد سنتيم ما يخيطوش، عادي شدوا اللاستيك ودخلوه بفيلين باش تجي مساهله، حيت الطريقه اللي درت انا تقدر تجيهم صعيبه. غير انا فيا العجز ما فيا اللي بقى دخل في لاستيك، كنشد لاستيك كنخيطه وندخله في الكم بحال ما هكا مقلوب وكنتني جوج سنتيم وكنبدا نخيط. كيجيني العجز وكياخذ ديال الوقت باش نبقى ندخل انا في لاستيك بالفيلين، ولكن المبتدئات ضروري ما يتنيو جوج سنتيم يخيطوا، عادي دخلوا لاستيك باش يجيهم ساهل. وها لاستيك ديالي خيطته كيما شفتوا، الكشكاشه عندي في الدراع. ودابا البنات غتشوفوا النتيجه هي هذه، كسوه جات تتحمق. تقدروا تخيطوا هذا الموديل في التواب ديال البرد، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم مع موديل جديد. بسلامه.